حضورك ما أروعه. يا رب حضورك بس الكل فيه قائل مجد، الكل فيه يعاين وجهك ويعاين مجدك. احنا بنعلن يا رب ما أبهى حضورك، بنعلن ما أسمى وجودك يا رب في وسطينا، رب وملك وسيد. خلي العينين تنفتح عليك يا رب النهاردة، وخلي قلوبنا تتلامس معاك يا رب وإحنا بنسمعك، وأنت تكلم كل نفس فينا. الكل محتاج يا رب، الكل طلبك، الكل بيعاين وجهك. خد حضورك في وسطنا يا رب، حقيقي انت موجود يا رب، بس احنا نفسنا نتلامس مع هذا الحضور يا رب. انا طالب حضورك وإلى الذكر ضاق، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك وإلى الذكر ضاق، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حب صغير لمستك تروي قلبي، هيستناك طلبه يكون معاك. حبك لا سواك هو اللي
وانت بتطلبه قول يا رب نور نور في قلبي كل ركن مظلم، كل ركن مظلم عدو الخير ضلمه ضلمه. لما جيت في يوم وسمعت له تعالى انت بنورك ونور اعماقي يا رب، تملاني بنورك بالقرب معاك. يقول كده لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. تعال قل له املاني بنورك وانت مغمض عينيك واحنا بنبدأ اجتماعنا. يا رب املاني بنورك النهاردة، املاني بحضورك النهاردة. مين يحول المناحة لأفراح وتسبيح؟ حللت مسحي، من تقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. لأعطيهم جمالا، جمال بدل الرمال، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأسي، ألبسني ثياب الخلاص. قولها مرة كمان، جمال بدل الرمال،
تغني قد مات عني، قد زال خوفي أحيا في سلام. لو أنت شاعر إنك في السلام، أوعى تفتكر إن اللي معاك بخليك يديك سلام أو يملأ قلبك سلام، لكن أنت مليان سلام على أساس عمل المسيح الغالي لأجلنا في الصليب. أولها يا جيسي بتقول أسبح الرب مدى الحياة وبارك اسمه في كل حين، فقد نعمت منه بالنجاة من الهلاك ومن الغنى. أنت هتلاقي نفسك بترنمها حتى لو أول مرة تسمع عنها. نفسي تغني قد مات عني، قد زال خوفي أحيا في سلام. سبحوا الرب مدى وباركوا اسمه في كل حين، فقد نعمت منه بالنجاة من الهلاك ومن الأهل. نفسي تغني قد مات عني، قد زال خوفي أحيا في سلام. مش كتير قوي اللي يقدر يرنم على طول، لكن المرنم يقول كده في مزمور 30، المرنم يقول كده في تترنم لك روحي، يعني حتى لما تدخل في النار ترنم، حتى لما يبقى عندك مشكلة وحيرة ترنم. أنا بصلي إن ربنا يكون كده بيدينا قوة من عنده، بيدينا سلام من عنده، إنك تقدر تستمر تسبح وترنم. أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أياً كان نوع الأزمة اللي أنت بتكتس فيه، لكن قل له كده لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. بس أساسها إن في نعمة أنت متخبي فيها، في نعمة مخلياك مختلف تماماً في عينين الآب. أنت زي ما أنت علشان أنت في المسيح يسوع، حتى لو كانت متشققة، حتى لو كان الأواني اللي انت فيها متكسرة ومتبهدلة، لكن ميد إله يعالج غير هذا الشخص الفريد اللي تحبه من القلب. كل إناء مكسور متشقق هيبان فيه جمال الرب ولا لأ؟ أمين. تعالوا نقول مع بعض كده، قول معايا. كل إناء مكسور متشقق، ربي جمالك في هيبة، فاضي ولكن فيك بنسدى، فين مش بس يكون مليان. شكرا ليك على تعبك فينا، تشكيلك فخار حقيقي، على صبرك على كل فشلنا، وأناتك يا أبو قلب رحيم، بظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون.
قولها مرة كمان، اظهر عمل، اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون، بس ايديك تمدد وترسم فيها المحبوب، أرجوك كمل شغلك فيها وأواني كرامة قلبك ليها، شغلك فينا ده شيء مضمون، كل الخير اللي انت قصدته لحياتنا لازم هيكون، رغم فساد شوه أوانينا، رغم محاولات الشرير، من زيك مش هتفشل فينا، انت عظيم التغيير، اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون، بس ايديك اتمدد وترسم فيها المحبوب، أرجوك كمل شغلك فيها وأواني كرامة خليها، عيشنا سماوية لنا رصيد النعمة يفضل من قلبك دايما بيفيد، وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحق نفسك داود عظيم، اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون، بس نرنم عدد ثلاثة، وانت بعد كم دقيقة كده مش كتير قوي هتتقدم للمجدة، لكن نفسي تقول له يلي بذلت الابن عشاني، يلي بذلت الابن عشاننا وعطتنا معاه البركات وغطتنا معاه بالبركات، لينا رصيد النعمة هيفضل. دي الحاجة اللي تديك النهاردة أمان وسلام، الحاجة اللي تخليك النهاردة يمتلئ فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك. ممكن أستسمحكم في عدد ثلاثة نقف فيه مع بعض؟ تعال كده، تعالوا ككنيسة قولوا نشكرك لأجل النعمة الغالية، نشكرك أنك أظهرت لينا نعمتك، إحنا النهاردة نقدر نهلل ونسبح ونرنم، نفرح من كل القلب، لينا إله كل نعمة النهاردة. يلي بذلت الإبن عشاننا وعطتنا معاه البركات، قادر تشبع فينا نفوسنا وتعيشنا سماوية، لينا رصيد النعمة هيفضل دايما بيفيد، وقت ما نتعب وقت ما نفشل تلحق نفسا دوطة عظيم، اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون، بس ايديك اتمدد وترسم فيها المحبوب، اظهر عمل مرة كمان، اظهر عمل النعمة في أواني مليان عيون،
كل سنة بتعدي، كل يوم بيعدي، كل لحظة بتعدي. الانتماء شيء رائع جدا، والولاء شيء أروع. احنا بننتمي للكنيسة، لكن انتماءنا وولائنا لهذا الذي صنع بنفسه تطهيرا لخطيئنا، زي ما كانت سالي بتقول، نتعلم ونكبر وننمو، واحنا كجسد وككنيسة في رأس هذا الجسد، هذا الإله الذي نسبحه ونعلي اسمه. نفس الكلمات اللي جاية نقول له كده، لما نيجي نقف قدامك كل وحش هيتغير أكيد، وكل رب أمور معوجة تصير مستقيمة، ده أكيد،
لما حضورك يملاني. بس كل عالي، كل كبرياء، كل ارتفاع، انت تيجي النهاردة يا رب وتعلمني ان انا ادوب في وسط هذا الجسد وادوب في الكنيسة. انا عضو فعال في وسط كنيستي، تستحق كل المجد والسلطان يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي كل مهد يتبني. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، قولها مرة كمان. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل ما دم يتقي. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، خلي حضورك، خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع، خلي حضورك يملى عينينا يا يسوع، يا رب وشهوتي، منيتي
وشهوتي أنت تغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيف فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. تأملنا النهاردة أحبائي استمرار لنفس العنوان الكبير اللي بنقف قدامه خلال الأسابيع الأسبوع اللي فات والأسابيع القادمة، اللي زي ما شفناه أو شفنا عنوانه امبارح واليوم. وإحنا بنحتفل ككنيسة بمئة سنة، وإحنا بنتذكر عمل الله في الكنيسة كجماعة وعمل الله في الكنيسة كأفراد خلال مئة سنة. احنا بنؤمن تماما بالكلمات اللي بيقولها كاتب الرسالة إلى العبرانيين في أصحاح 13 وعدد 8 اللي كلنا حافظينها. بيقول يسوع المسيح هو كملوا كده، هو أمسا واليوم وإلى الأبد. وإحنا بنحتفل بمئة سنة، إحنا بنؤمن إن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. في بداية نفس الرسالة للعبرانيين أصحاح 1 من عدد 10-12 بيقول الكاتب نفس الكلام بالوحي المقدس، بيقدم نفس الفكرة، بيؤكد على نفس الحقيقة اللاهوتية إن الله لا يتغير، هو امبارح وهو النهاردة وهو إلى الأبد. بيقول أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. هي تبيد، إحنا هنخلص أكيد أكيد 1000%، مفيش ولا واحد من اللي موجودين النهاردة هيحتفل بالمئوية اللي جاية أكيد، صح؟ كلنا هنبيد، كله بيبيد، لكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. بعدين يقول نفس الفكرة، ولكن أنت وسنوك لن تفنى. هو امبارح، هو النهاردة، هو بكرة، هو إلى الأبد. الأسبوع اللي فات سمعنا الأسيس عزت هو بيتكلم عن الرب اللي قاد شعبه في حادثة الخروج، لما الرب صنع معجزات وصنع ضربات عظيمة على فرعون وصنع وتدخل بتدخلات إلهية عجيبة طول فترة الفترة الصعبة بتاعت خروج الشعب من مصر إلى أرض كنعان. ولا تزال روح الخروج بتاعت امبارح موجودة النهاردة. الأمور اللي عملها ربنا في الخروج لسه النهاردة بيعملها مع ناس كتير فينا، ويقدر يعملها مع كل واحد فينا، بيعملها معانا كأفراد وبيعملها معانا ككنيسة في تفاصيل حياتنا اليومية. النهاردة هنقف قدام عنصر آخر من عناصر امبارح واليوم، أو قصة أخرى من قصص امبارح واليوم، هنشوفها في قيادة الرب لشعبه في البرية. مش بس يعني خرجهم وسابهم يلبسوا في الحيط، لا، ده خرجهم وقادهم لمدة 40 سنة لحد ما وصلوا إلى أرض كنعان. 40 سنة رحلة طويلة جدا في برية صعبة جدا، الرب قاد شعبه. ودي الرحلة، نفس الرحلة اللي بتتكرر مع كل واحد وواحدة فينا كأفراد، بتتكرر معانا ككنيسة، وإحنا ماشيين في رحلة حياتنا، رحلة الترحال من أرض العبودية إلى البيت الأبدي، من أرض الخطية إلى الأرض الأبدية اللي هنعيش فيها مع الرب إلى الأبد. رحلة طويلة، رحلة البرية رحلة طويلة، تقريباً رحلة البرية بتشمل كل أصفار موسى الخمسة، يعني بداية من سفر الخروج إلى
سفر التثنية بيحكي عن قصة خروج ورحلة الشعب في البرية حتى وصوله إلى أرض كنعان. مش هنقدر طبعاً نتكلم عن الرحلة كلها، أنا هاخد مشهد واحد بس، والمشهد ده هو نفس المشهد اللي أنا توقفت قدامه علشان أقدمه لابني مايكل وناردين يوم فرحهم الأسبوع اللي فات. المشهد ده بنقرأ عنه في سفر العدد، سفر العدد أصحاح 6. نفسي إن احنا نقرأ مع بعض الجزء ده، وأتمنى إن احنا نقف وإحنا بنقرأ كلمة ربنا. سفر العدد أصحاح 6 من عدد 22 إلى عدد 27. سفر العدد أصحاح 6 من عدد 22 إلى عدد 27. اسمعوا معي أحبائي ماذا يقول الوحي، ماذا يقول الرب لشعبه في هذه الآيات. سفر العدد أصحاح 6، سفر العدد من عدد 22 إلى عدد 7. أنا مش عارف النص ده صح ولا لا، لأن أنا قدامي غيره. وأمر الرب موسى، قل لهارون وبنيه هكذا تباركون بني إسرائيل. تباركوهم تقول لهم إيه؟ يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. تاني، تبارك الشعب تقول لهم إيه؟ يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. خلينا نرفع قلوبنا قدام الرب. يا رب، كل شخص فينا يا رب في احتياج ليك، وإحنا ماشيين يا رب في البرية الصعبة، إحنا زي الشعب نحتاج إلى المن النازل من فوق، إلى السلوى التي تشبع نفوسنا. وإحنا ماشيين يا رب في أرض البرية نحتاج يا رب إلى مفاجر مياه نشرب منها ونرتوي، ولا يمكن أن نجد كل هذا إلا عندك. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يريدني. أصلي يا رب إنك تشبع نفوسنا، وإنك تروي قلوبنا العطشة، وتدينا يا رب إن احنا نشوفك، ومش بس يا رب نشوفك ونستمتع بيك أثناء الخدمة، لكن كمان يا رب نأخذك معنا لكي نواجه بك ومعك وفيك العالم كله، في اسم المسيح أمين. هقف قدامي أحبائي أمام بعض الأفكار، تفضلوا، أمام بعض الأفكار السريعة من وحي الكلمات اللي سمعناها في سفر العدد قبل ما نتقدم لكلمة ربنا. الفكرة الأولى اللي عايز أقف قدامها أسميها المبادرة. المبادرة أول عبارة بنتقابل معاها في النص اللي احنا قريناه، زي ما قرينا وأمر. ممكن النص يطلع على الشاشة من فضلك، سفر العدد أصحاح 6 عدد 22 يقول إيه؟ وأمر الرب موسى، قل لهارون وبنيه هكذا تباركون بني إسرائيل. كده from nowhere الرب بيأتي وبيقول لموسى، يا موسى روح قل لهارون هكذا تبارك شعبي إسرائيل. عبارة بالصورة ديت اللي بيقدمها لينا الوحي، وأكنه بيقول إنه الرغبة الإلهية الأكيدة، التصميم الإلهي الأكيد هي أن يبارك الرب أولاده. ربنا عايز كده، ربنا عايز كده، حتى مفيش حد جه طلب منه باركني. موسى ما وقفش قدامه وقال له بارك الشعب، هارون ما تقدمش ليه وقال له يا رب من فضلك انظر إلى الشعب التعبان البائس الغلبان الجعان العطشان وباركهم. ده ربنا بيبادر. أمر الرب موسى، قل لهارون أن يبارك شعبي بهذه البركة. ربنا
عايز يبارك. ربنا بيبادر إن هو يبارك أولاده، بيبادر إن هو يبارك شعبه، بيبادر إن هو يبارك كل واحد واحدة فينا. لحظة، واحد من المفسرين لاحظها إنه الوسيط هنا اللي هو هارون هو وسيط ما بين مين ومين؟ ما بين الله والشعب. ده الاتجاه بتاع وساطة هارون أو بتاع شفاعة هارون، إنه من الله إلى الشعب. وده كان عكس تماماً كل الكهنة في كل الآلهة اللي شعب إسرائيل شافهم قبل كده هو في حياته، أو اللي هيشوفهم بعد كده هو في أرض كنعان. إنه الكاهن أو الكهنة في هذه البلاد الوساطة بتاعتهم ما بين الشعب والله، يعني الشعب بيحاول إن هو يستجدي ويسترضي الله أو الآلهة علشان يرضوا عنهم، علشان يباركوهم، عمالين بيشحتوا البركة من الآلهة. في وسيط الشعب يجيبه أو زي كاهن يعمل شوية سحر ويقدم شوية تقدمات ويقدم شوية ذبائح علشان يحاول إن هو يسترضي الإله الغاضب اللي مش عايز يبارك الشعب علشان في النهاية يباركهم. فرق كبير جداً جداً ما بين رئيس الكهنة هارون الذي يأخذ البركة بمبادرة إلهية ليقدمها للشعب، عن الآلهة أو الرؤساء الكهنة الآخرين اللي بيحاولوا إن هم يتحايلوا على ربنا أو على الآلهة علشان يباركوا شعوبهم. واحدة من العبارات الجميلة اللي بتعبر عن مبادرة، عن رغبة قلب الآب إن هو يبارك. في يوم من الأيام واحد أبرص جه للرب يسوع في متى 8، يقول له: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فاكرين الآية الجميلة اللي قالها الرب يسوع؟ فاكرين الجواب الجميل اللي قاله الرب يسوع؟ قال له إيه؟ قال له، قولوا معايا، قال له: أريد فاطهر. مش هتقعد تتحايل عليا كتير، مش هتقعد تسترضيني كتير، مش هتقعد تقدم ذبائح وترضيات علشان تسحب مني غصب عني البركة. ليه؟ لأن أنا فعلاً أنا عايز أبارك، أريد فاطهر. حقيقة المبادرة دي أحبائي بترتبط بيها حقيقة تانية مهمة جداً جداً، شايفينها برضو في نفس الآيات، هي المجانية. المبادرة ترتبط بالمجانية. ممكن يبقى فيه مبادرة بس مش مرتبطة أو بالمجانية. يعني ممكن ربنا يقول أنا هأبارك شعبي بس لو عملوا كذا وكذا وكذا. مفيش حاجة من الحاجات دي موجودة في الآية. الرب عايز يبادر ويبارك شعبه إيه؟ مجانا. مش منتظر حاجة مننا، مش عايز حاجة منك، مش عايز إنك تديله حاجة، مش عايز إنك ترشيب حاجة علشان يباركك. الشعب لم يأتي بشيء يستحق عليه البركة، بالعكس، ده طول الرحلة وهو شعب بيوصف بإنه إيه الرقبة، بإنه إيه صلب الرقبة، يوصف بأنه صلب الرقبة. هذا الشعب صلب الرقبة يبادر الله أن يباركه مجاناً. كلمة مجاناً دي كلمة حلوة قوي، خاصة في الأيام بتاعتنا دي. يعني لو عرفنا أن في حاجة مش مجاناً، أكيد ما فيش حاجة مجاناً، لكن لو حاجة عليها سيل جامد تلاقوا الدنيا فوق بعضها، صح؟ عشان سيل بس هياخدوا مننا فلوس برضو. تخيلوا لو حاجة مجاناً هيبقى الدنيا شكلها إيه؟ أحبائي، الحقيقة اللي بنقولها دي مبادرة البركة، مبادرة النعمة. سامح هو بيتكلم، قال آية جميلة أو قال عبارة جميلة جداً بتتقال عن الله في العهد الجديد: إله كل إيه؟ إله كل نعمة. واحدة من صفات الله أنه إله كل نعمة، اللي عايز يبارك وعايز يبارك مجاناً. الحقيقة دي مهمة، والحقيقة دي معزية جداً ومشجعة لينا في عصر أصبحت فيه البركة وأصبحت فيه المحبة وأصبحت فيه الخدمة وأصبح فيه التعاطف وأصبحت فيه الحقيقة وأصبح فيه اللطف وأصبح فيه العطاء. كله ردود أفعال. فيش حد عايز يقدم حاجة كده، هو مش حد عايز يجي يقول لي أنا أباركك من غير حاجة كده.
بالعكس لازم حاجة قدام حاجة، لازم حاجة قدام حاجة. اداني عدية في العيد فأنا هديله عدية وممكن تبقى زيها بالظبط. نقطني مش عارف فين فأنا هديله نقطة زيها ده في بعض الأحيان بنقوم شايلين النقطة عشان إيه لو جات المناسبة أرجع النقطة زي ما هي. مفيش حاجة مجانا، مفيش حاجة بمبادرة، كل حاجة من أصغر حاجة لأعلى حاجة. مفيش حاجة مجانا. رسالة اللي النهاردة ربنا عايز يقولها لك، لو أنت بتشحت الحب، لو أنت بتشحت التعاطف، لو أنت بتشحت إن حد يطبطب عليك، لو أنت بتشحت الحكاية دي، الرسالة الجميلة اللي الآية دي بتقولها لك إن الله عايز يباركك. ربنا عايز يطبطب عليك، ربنا عايز يقدم لك حنانه وبركته، ربنا بيبتسم في وجهك، ربنا بيبتسم في وجهك بغض النظر عن أنت عملت إيه أو ما عملتش إيه. ضمير، واخدين بالكم في الضمير المستخدم في كل العبارات بتاعة الآيات دي؟ يباركوا مش يباركوكم، يباركوك الرب ويحرسوك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. هذه اللمسة الشخصية مهم قوي. كل واحد النهاردة يقول أيوة ده ربنا بيكلمني أنا شخصيا، مش بيكلم الكنيسة كلها، مش بيكلمنا كأرقام، مش بيكلمنا كلوكش على بعض، مش بيكلمنا كجملة، بيكلمنا كقطاعي، بيكلم كل واحد مننا النهاردة على حدة بصورة شخصية. بيقول لك أنا عارف ظروفك، وعارف أنت بتدور على إيه، وعارف أنت متضايق من إيه، وعارف أنت بتشحت إيه، وأنا أريد أن أباركك، أريد أن أباركك. دي أول حاجة معزية شوفها النهاردة، المبادرة الإلهية. لكن الحاجة الثانية المهمة اللي بتتكلم عنها الآية دي بتتكلم عن المصدر، مصدر البركة. مثير جدا للاهتمام أحبائي أنه في عدد صغير جدا من الآيات يتكرر الاسم الإلهي الأعظم يهوه كم مرة؟ 4 مرات. اسمعوا معايا كده هو، وأمر، ممكن نجيب الآيات تاني، خلي الآيات على الشاشة من فضلك. عدد 22 يقول إيه؟ وأمر الرب موسى قل لهارون، أمر الرب اللي هي يهوه، أمر يهوه موسى قل لهارون وبنيها كذا تباركون بني إسرائيل، يباركك يهوه ويحرسك، أدي تاني مرة، يضيء يهوه بوجهه عليك ويرحمك، ثالث مرة، رابع مرة، يرفع يهوه وجهه عليك ويمنحك سلاما. واضح جدا أن التكرار مقصود، يعني الكتاب مش بيلت ويعجن، واضح جدا ان التكرار هنا مقصود، والتأكيد الواضح جدا اللي عايز يقوله الوحي من خلال هذا التكرار انه مصدر البركة قولا واحدا هو يهوه، مش اي حاجة تانية، مش اي حد تاني. عشان كده عمال يكرر 4 مرات يهوه. بعدين يجي في الآية الأخيرة يقول ايه فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم، 5 مرات يؤكد أنه البركة ومصدر البركة مش أي حاجة ولا أي حد تاني ولا أي إله تاني ولا أي ظرف تاني إلا يهوه. شعب أحبائي في سفر العدد بيسموا سفر العدد هو سفر الترحال أو سفر البرية، اللي بيوصف المعاناة اللي عناها الشعب في البرية، لكن كمان بيوصف أكبر من المعاناة، بيوصف التجربة الأعظم التي حاربت الشعب طوال سفر العدد هو الرقبة اللي ملفوفة لورا، اللي بيبصوا فيها طول الوقت على مين؟ على إيه؟ على مصر. عايزين يرجعوا أرض العبودية، شايفين إنه البركة كانت هناك، أن قدور اللحم كانت هناك، إنه الشبت والمش عارف إيه وإيه وإيه كانت هناك مش هنا،
البركة، البركة في مصر. ودي تجربة شعب الرب مش بس في البرية، حتى بعد ما دخلوا أرض كنعان واستريحوا وأصبحوا موجودين في الأرض اللي بتفيض لبنا وعسلا، لكن عين الإنسان إيه؟ ما يملهاش إلا التراب. دايما بيبصوا لورا، دايما بيدوروا على مصدر آخر، دايما مش مقتنعين، مش قانعين بيهوى، مش قانعين إنه ربنا هو مصدر البركة الحقيقي. اسمعوا أحبائي، وربنا بيبكي على الشعب ده، ربنا بيبكي على الشعب ده. اسمعوا معايا في سفر إرميا أصحاح 2. سفر إرميا ده بعد ما الشعب دخل أرض كنعان وترست وكل حاجة، وداقوا حلاوة اللبن والعسل وكل الحاجات اللي ربنا وعدهم بيها في هذه الأرض اللي استقروا واللي انبسطوا بيها واللي ربنا دافع فيها عنهم واللي ربنا قدهم فيها وباركهم بملوك وباركهم بأنبياء وباركهم بكل حاجة، لكن عينهم كانت فارغة، بيدوروا على مصدر آخر للبركة. اسمعوا معايا أحبائي، إرميا 2 من عدد 11 يقول إيه؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ في أمة بيدوروا على آلهة وهي مش آلهة. أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. بعدين بيعيط، يقول لكل الخليقة عيطي معي، ابهتي أيتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا، يقول الرب. ليه؟ لأن شعبي، حافظين ولا لأ، عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. لسه مندور على مصدر البركة، لسه شعب الرب متلخبط في مصدر البركة، مع إنه 5 مرات في الآيات دي بيقول واضح زي وضوح الشمس إنه مصدر البركة هو يهوى. أنا أباركهم يباركك يهوى يحرسك، يضيء يهوى يرفع يهوى وجهه عليك ويمنحك سلاما. دي حقيقة هامة أحبائي، مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منها واحنا عايشين في عصر ما بيعملش الا ان هو بيدور على مصادر للبركه، بيدور على مصادر للسعاده، في عصر استهلاكي زي ما بيقولوا كده بالفرنساوي باريكسيلانس، يعني بامتياز، عصر استهلاكي بامتياز. ما نعيشه في هذا العصر هو عصر الاستهلاك. افتح كده هو اي حاجه بتتفرج فيها على الفيسبوك، تتفرج مثلا على إجوان الخطيب مثلا سنة 70 ولا 80، فجأة وانت مستمتع اللي فجأة وانت بينطلق آد، طلع عيني الآد. نفسي أبعت لهم رسالة لهم أنا مش هشتري، بس لازم، لأنه أصل الاستهلاك، لأنه في ناس عايزين يقتنوا الحاجات ديت. الآد ده مهم في عصر الاستهلاك. في ناس بيدوروا لسه شايفين انه مصدر سعادتهم ان هم يغيروا العربيه، او مصدر سعادتهم ان هم يبقى عندهم بيت احسن، هو ده مصدر السعاده. لو حصل ده هبقى في منتهى السعاده، مش هبقى عايز حاجه بعد كده. ما بيحصلش. في واحد قال انه الانسان يموت ولم يحقق نصف امانيه. ليه؟ لان هو كل الحاجات اللي عنده عايز غيرها، فده النصف الثاني لسه ما حققوش. هنفضل طول حياتنا لو متنا عندنا 20 سنة أو 40 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة، هنموت وإحنا ما حققناش نص أمانينا، لأننا كل الحاجات اللي عندنا عايزين نغيرها، حتى الأزواج والزوجات عايزين. نتمنى أن يكون، كنت أتمنى أن زوجي يكون أفضل، كنت أتمنى أن شريكة حياتي تكون أفضل، كنت أتمنى أن عيالي يكونوا أفضل ومشايف، كنت أتمنى أن وظيفتي تبقى أحسن، كنت أتمنى يجي لي الفرصة ديت، كنت أتمنى أسافر الحتة الفلانية ديت، وتتحقق هذه الأمور ولا أشعر بسعادة، وأرى أن البركة ما تزال منقوصة. لسه البركة منقوصة. البركة الكهنوتية دي أحبائي واحدة من الصيغ اللي بتتقال في نهاية، عارفين البركة الرسولية
في أحيان كتير إحنا بنقول البركة دي في نهاية العبادة. ليه دايما بنقول البركة في نهاية العبادة؟ مش علشان نختم العبادة، لكن عشان الناس ياخدوا البركة دي ويطلعوا بيها، يواجهوا بيها حياتهم. وإحنا النهاردة لو 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 قفلنا العبادة بهذه البركة، إحنا بنقول وإنتوا خارجين لهذا المجتمع الاستهلاكي افتكروا إن البركة الحقيقية في يهوى، مش في الحاجات اللي بتتعرض عليكم في الأدز على الفيسبوك، مش الحاجات اللي بتجي لكم على السيلز في السيلات في الأوكازيونات اللي هتروحوا تشتروها، مش دي مصدر البر، مش انك تغير الحاجات اللي في حياتك، مش ان اللي يبقى عندك تتوقع ان هو يكون او تغيره عشان يبقى افضل عشان تستمتع بحياتك، ابدا ما بيحصلش. الرب هو مصدر البركه، الرب هو نبع السعاده، المبادرة والمصدر. آخر حاجة المعنى، إيه معنى البركة المثلثة اللي إحنا قريناها دي؟ يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. طبعا على مدى تاريخ الكنيسة وتاريخ التفسير هذه الكلمات كان فيها تفسيرات كتيرة جدا جدا جدا. واحد ربما من أهم التفسيرات إن هم شايفين فيها يعني صورة للثالوث، إنه البركة الأولى دي من الله الآب، والبركة الثانية من الله الابن، والبركة الثالثة من الله الروح القدس، وهكذا في مدارس كتير للتفسير لهذه الآيات. لكن أنا أتبنى أحبائي التفسير الكريستولوجي، يعني التفسير اللي بيشوف إنه البركات دي كلها موجودة في كريست، في المسيح. المسيح هو مركز هذه البركات، في هذه أو في المسيح تحققت بالفعل هذه البركات لنا. إحنا مش بندور على بركة جديدة، لكن إحنا مدعوين إن إحنا نستمتع بيسوع اللي فيه كل هذه البركات. يباركك الرب ويحرسك. إحنا في المسيح، احنا في المسيح ايه؟ اتباركنا. حد حافظ ايه بيقول فيها ان احنا مباركون في المسيح؟ طبعا افسس 1:3-4 بيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات. فين؟ احنا اتباركنا، خلاص احنا اتباركنا. هذه الايه تحققت، هذه الآية تحققت. كل اللي احنا مدعوين فيه انه تنفتح عيوننا عشان ما ندورش على آبار مشققة لا تضبط ماء، ما ندورش على مصادر أخرى للسعادة. إن كان لك المسيح فأنت لك البركة. مبارك الله أبو ربنا يسوع الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح واختارنا فيه. باركنا، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. شايف كم واحد شايف انه بركة انه يكون قديس اهم من انه يكون مركب HDF بيتهم؟ صدقوني في احيان كتير نشعر انه ال HDF هو ده البركة، احنا ركبنا HDF وتقع المية على HDF ويبوز HDF وتبوز البركة. لنكون قديسين. كم واحد شايف انه قدسته في المسيح اهم من اللي بيملكه في بيته؟ لنكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبه. احنا تباركنا في المسيح، لكن كمان يقول الرب يباركنا، يقول يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. احنا حصل لنا ده في المسيح؟ طبعا الرب اضاء بوجهه علينا في المسيح. طبعا اسمعوا معايا ملاخي وهو بيتكلم عن المسيح المنتظر، عن مجيء المخلص، يقول ايه؟ ولكم ايها المتقون اسمي تعمل ايه؟ تشرق شمس البر. يضيء الرب بوجهه، يعني تشرق شمس البر والشفاء من الخطيه، الشفاء من العبوديه، الشفاء من الشر، الشفاء من الكبرياء، الشفاء من الأنانية، الشفاء من المادية. تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. أضاء الرب لنا في المسيح يسوع، مش لسه هيضيء، مش بندور على حاجة تنور علينا، احنا بالفعل أضاء لنا الرب في وجه يسوع المسيح، حررنا من الخطية، أعطانا حياة جديدة،
كم واحد شايف انه دي بركه كبيره ان الرب يشرق بوجهه عليه؟ كم واحد شايف ان دي بركه اهم بكتير مما يملك او من اللي في جيبه او من شكل عربيته او من شكل مصيفه فين او ازاي؟ كم واحد شايف كده انه تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها؟ اخيرا، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك. كلنا بندور على السلام، كلنا بندور على السلام في وسط الصعوبات وفي وسط الأزمة الاقتصادية وفي وسط كل حاجة، بندور على السلام. هل لنا السلام؟ احنا بالفعل لنا سلام. رب يسوع يقول في يوحنا 14 وهو خلاص بيسيب التلاميذ في حديثه النهائي، في حديثه الودائي مع التلاميذ، يقول ايه؟ سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. اسمع معايا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، تخافوش، لأني أنا سلامكم، أنا سلامكم. إن كان لكم علاقة معي فأنتم بالفعل لكم سلام. مش بتدوروا على سلام، مش بتدوروا على حاجة تديلكم طمأنينة أو ضمان، أنتم بالفعل ليكم طمان وضمان وطمأنينة في يسوع المسيح. يقول عنه الرسول بولس في أفسس 2، لأنه هو، لأنه هو إيه؟ سلامنا، هو سلامنا. إحنا مش بندور على السلام في حتة تانية، هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا، اللي ربط ما بين اليونان واليهود، اللي خلى كمان ما بيننا إحنا سلام، ما بين الناس اللي كانوا متخانقين أصبح ما بينهم سلام. إذا كنت متخانق مع حد افتكر إن يسوع هو سلامك وروح اتصالح معاه، لأنه هو سلامه الذي جعل الاثنين واحدا، نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة ما بين اليهود واليونانيين، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين اليهودي والأممي، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. مش بس هو سلامنا، لكن كمان بيدينا أن احنا نكون صانعي سلام. حبايي أختم وأقول إنه البركة الكهنوتية دي ما بتتقالش أبداً 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 في المجامع اليهودية في خلال هذه يعني في هذا العصر. ليه ما بتتقالش؟ إنهم شايفين اللي يقولها ينبغي أن يكون كاهن، والكهنوت خلص، الكهنوت خلص في الأمة اليهودية، وبالتالي في المجامع اليهودية العصرية هذه البركة لا تقال، لأن ما عندهمش كهنة. إحنا بقى غيرهم، احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا رئيس الكهنة الأعظم يسوع المسيح، اللي جاي النهاردة علشان يقول هذه البركة لكل واحد وواحدة فينا، مش بس بالقول لكن بالفعل. واحنا بنتقدم للمائدة هو جاي يقول لنا انه انا بالفعل انا بركتكم، انتم مباركون فيا بكل بركة روحية، انا شمس بركم التي تشرق والشفاء في أجنحتها من الخطية. تعال واعترف بخطيتك، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، وأنا سلامكم لأنه هو سلامنا. هو جاي رئيس الكهنة الأعظم يسوع المسيح، شفيعنا الوحيد، جاي علشان يقول لنا نفس هذه البركة. بعض المفسرين قالوا أنه في إنجيل لوقا وأصحاب وإنجيل متى، في بعد ما الرب يسوع قام من الأموات وقبل ما يصعد على طول، بيقول الإنجيلين أنه بارك التلاميذ قبل ما يصعد على طول. وغالباً المفسرين بيقولوا أنه غالباً هذه البركة ما كانش لسه العهد الجديد اتكتب، اللي هو نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله، اللي ما كانش لسه اتكتب العهد الجديد عشان يستخدم بركة من البركات ديت، لكن غالباً استخدم البركة الكهنوتية دي. وهو صاعد للسماء قال للكنيسة، وهو خلاص هيسيبنا ويمشي، قال للكنيسة يباركك، لكل واحد مننا يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام. من فضلك استقبل هذه الكلمات بصورة شخصية من الرب يسوع لحياتك. خلينا نحني قلوبنا أمام الرب، احنا بنشكره على يسوع المسيح اللي فيه كل البركة، اللي بينطق بالبركة، اللي بيصنع البركة، اللي بيقدم البركة.
قول يا رب أنا آسف، أنا بعترف أني حاولت أن أنقر لنفسي آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماء. يا رب أنا أعترف أنه أنا بدور على السعادة، بدور على الاكتفاء، بدور على البركة في الحتة الغلط، وبكتشف أن البركة اللي بلاقيها هي بركة زائلة، والسعادة اللي بدور عليها هي سعادة تنتهي، والاكتفاء اللي بدور عليه عمره ما بيشعرني باكتفاء، وأن أنا عايز أكتر، وأن يا رب كل اللي بدور عليه عامل زي مية البحر المالحة اللي ما بترويش. تعود وتدي جمال عوضاً عن الرماد، تغمرنا بشاير فرح، بشاير بركات في المسيح. بارح واليوم ونفس الوعد هو لينا النهاردة، وإحنا زي ما كان الأسيس يوسف مسكين فيه. خلينا نقف مع بعض وإحنا بنقول له: من آلاف السنين وعدك لشعبك صار، ترد سبي النفوس وتخلي القفر أنهار. ليك بركة، ليك سلام، ليك رحمة، ليك فرح، ليك شبع، ليك النهاردة سرور حقيقي من هذا الإله، من رب يسوع اللي لينا فيه كل بركة روحية في السماويات. نفسي نقول القرار، نبدأ بالقرار مع بعض، نبدأ بالقرار. من آلاف السنين وعدك لشعبك صار، ترد سبي النفوس وتخلي القفر أنهار. ترد سبي النفوس وتخلي القفر أنهار. يلا قول وتعود. أتعوض عنها أضعاف.
أيها الحبيب في الرب، بركة الرب لك، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين. والقلب قدس والفعال حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكث معي حتى تنال. هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. اتنغصت عيش الهموم أو إن دنا الظلام، ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام. الرب حصني والأمل، الرب إن قال فعل، والحب فيه مكتمل لذا أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكث معي حتى تنال. هيا ففي قرب المنال للخير في يسوع. امتلكني واهدني للخير يا منان، أدعوك فاسمع وارويني من نبعك الملآن، كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال أمكث معي حتى تنال. هيا ففي قرب المنال